بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بعدد من مخلوقاته في كتابه الكريم، أقسم بالزمان والمكان والجبال ودلائل قدرته فيما أبدع وخلق بصنعه العظيم، وبالخيل أقسم ربنا بالعاديات في كل وقت على طريق مستقيم، طريق الحق والعدل، طريق النهي عن كل المعاصي والنهي عن الكفر والتحريم. أقسم بصوتها وإيقاع أقدامها وسعيها في كل المعارك لرفع كلمة الحق. الرحمن الرحيم، أسرار ومعاني وآيات سورة العاديات وأهم الدروس المستفادة منها والقسم فيها، تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وجميع المشاهدين والمشاهدات. متعودين دايما في حلقه يوم الجمعه ان احنا بنتكلم عن بعض الصور والايات اللي فيها دروس بنستفيد منها في حياتنا. العاديات يعني ايه؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. سوره العاديات لها اسمان، الاسم الأول العاديات، الاسم الثاني نضيف واو القسم والعاديات. ترتيبها في المصحف رقم 100، يعني هي ختمت كده 100 سورة، يبقى رقم 100 بالضبط هي سورة العاديات. ترتيبها في النزول رقم 14، هي سورة مكية. عدد الآيات 11 آية. الهدف العام لهذه السورة لك نود. الهدف العام ايه؟ لك نود. يعني ايه؟ إن الإنسان لربه لك نود. لام كاف نون واو دال. الكنود بالبلد كده وببساطة اللي ما بيطمرش فيه. يا ساتر يا رب. ببساطة الكنود اللي ينسى بسبب سيئة واحدة كل الكويس حسنات عديدة. الله ينور عليك. الكنود اللي لو جبنا له حيطة بيضاء كاملة ووضعنا نقطة سوداء لا يرى إلا النقطة السوداء. الكنود الذي يأكل خير الله عز وجل وينسى نعمه. تمام. طيب، ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة، سورة عظيمة جدا، السورة لها مفردات، يعني عمال المعلومات عمالة تدخل أقول لك من كتر ما هي فيها تفاصيل كتير، فيها تفاصيل قوية جدا وفيها مفاجآت عظيمة يا أستاذة لمياء. أولا هي لها مفردات، يعني انفردت هذه السورة بمصطلح كنود لم يأتي إلا هنا، ما تذكرش في أي سورة تانية خالص، هي الكلمة دي هنا بس، وانفردت بمصطلح العاديات وضبحة والموريات قدحة والمغيرات، كل دي مفردات لم تأتي إلا في هذه السورة. هذه السورة إحدى 7 سور في القرآن كله اتسمت بسور حيوانات. أول سورة البقرة، آخر سورة الفيل. فسورة البقرة، الأنعام، النحل، النمل، العنكبوت، العاديات، الفيل. كم 7. 7 في القرآن كله اتسموا بأسماء حيوانات. نقولهم تاني. نقول إيه؟ نقول أسماء السور تاني. البقرة، الأنعام، النحل، النمل، العنكبوت، العاديات، الفيل. 7 تسموا بأسماء حيوانات. الإطار العام كنود. تمام. ربنا سبحانه وتعالى أقسم 3 أقسام في السورة على 3 أشياء بـ3 نتائج. طبعا. وفجأة يبقى 3 و3 و3. ببساطة كده الـ3 أقسام 3 أيمان. عارف حضرتك لما إيه بتكلميني فقولك والله وكتاب الله وجلال الله، 3 أيمان مختلفين. اليمين الأول العاديات، والعاديات ضبحة. اليمين الثاني
فالموريات قدحا، اليمين الثالث فالمغيرات صبحا. ثلاث أيمان على إيه؟ على ثلاث حاجات: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ثلاثة، يبقى ثلاثة على إيه؟ ثلاثة. العاقبة أفلا يعلم، أو النتيجة أو العلاج، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يبقى ثلاثة وثلاثة وثلاثة. فسرهم بقى واشرح لي هم إيه يا فندم؟ التلاتة والتلاتة والتلاتة. لفت نظري حضرتك إن ربنا بيكلمني عن الخيل، بيكلمني عن الفرس، بدأ الصورة بيها. طبعا ربنا بيحلف بالخيل والعاديات. العاديات أي التي تعدو، عارف حضرتك سباق العدو يعني الجري، ده مش بتجري في تمرين ولا بتجري في سباق، ده ربنا بيقول لي والعاديات التي تعدو في الحرب. ربنا بيحلف بالخيل اللي بتجري بسرعة شديدة جدا 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 إلى الحرب. ضبحة، الضبح ألف لام ضاد بحة، الأنفاس التي تتردد بصوت ساخنة جدا، فصار كأن النفس نار. عارف حضرتك من شدة العدو النفس بيطلع ساخن جدا من الفرس، فكأن ربنا بيقول لي أنا أقسم بهذا الخيل اللي بيسرع جدا جدا لدرجة إن فيه نار طالع من فمه من سرعة العدو. ومن سرعة العدو فالموريات قدحة. عارف حضرتك لما نبقى في الصحراء ومعناش كبريت أو ولاعة ونجيب حجرين ونجي ضربينهم في بعض يعملوا إيه؟ يطلعوا شرارة. رجلين الفرس من شدة العدو في الصحراء على الصخور تضرب الصخور تطلع نار. فالموريات قدحة، القدح المقداح اللي هو بيولع، يبقى كأن فيه نار طالعة من فمها ونار طالعة منين؟ من قدميها. ده بتجري بسرعة شديدة جدا. فالموريات قدحة. طيب ده فين؟ فالمغيرات صبحا، التي تغير في الحرب صباحا عند طلوع أول ضوء، يعني ده الفجر. صبحا يعني فجرا. يبقى أدي الثلاث أقسام. بيقول لي صفتين، بيقول لي فوسطنا به جمعا، ده مش بعيدة عن ساحة المعركة، ده في وسط ساحة المعركة، أي أنها عرضة للهلاك في أي لحظة. فوسطنا به، فأثرنا به نقعة، فوسطنا به جمعا، إن من شدة العدو والجري أثرنا الإثارة، النقع الغبار. فربنا بيحلف بثلاث حاجات: العاديات، فالموريات، فالمغيرات. وصفتين مهمين جدا، هي من شدة الجري غبار رهيب جدا، يعني نفسها زي النار ومش هوا كويس، ده هوا مليان تراب، فأثرنا به نقعة. وكمان هي مش بعيدة عن الهلاك، ده في وسط المعركة عرضة للهلاك من أي وقت وفي أي وقت في أي مكان يعني. طب ال- 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 الدرس المستفاد من هنا إيه؟ إن الإنسان ما طمرش فيه نعمة ربنا زي الفرس ده بالبلد كده. كأن ربنا بيقول لي شايف يا إنسان؟ أيوة يا رب. شايف الخيل بيعمل كل ده ليه؟ بتجري لدرجة النار طالعة من فمها ونار طالعة من قدميها، وفي معركة وفي حرب وفي وسط المعركة وتراب حواليها وفي كل معرضة نفسها لقمة الهلاك من أجل إخلاصها للفارس لمجرد أنه يطعمها ويسقيها. يا المعنى. والله ما خلق لها عينا ولا شق لها بصرا ولا خلق لها قدما، فما بالك أنت مع الله رب العالمين الذي خلقك ورزقك وأمدك وأرشدك وفيض نعمه من أم رأسك إلى أخمص قدميك، لما لا تكون مثل هذه العاديات؟ ولذلك الانتقالة عجيبة. يعني من وسط الكلام على الخيل فجأة ربنا يقول لي إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. الربط. الله ينور عليك. كأنه ربنا بيقول لي ألا تستحي من العاديات فتذكر نعمة رب الأرض والسماوات. والمقصود هنا فضيلة الشيخ بالبشر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بينعم عليهم بنعم كتير ما بيبقوش شايفينها، ومع أول ابتلاء أو مع أول مشكلة يبقوا ماسكين فيها ومش شايفين كل الخير اللي ربنا مديهولهم. ده كلام مظبوط 100%. صح، هو ده
كأنه لم يفعل ما فعلته الخيل مع خيالها، ما فعلته الأفراس مع فارسها. أدي الربطة، ما هو ربنا بيكلمنا عن الخيل فجأة بيقول لي إن الإنسان لربه لكنود. الرابط ما بين الخيل والإنسان، الرابط إن الإنسان لم يخلص لله عز وجل رغم هو أنه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورزقه وأمده وأرشده وهداه إلى آخره، وخلق كل ده عشانه وعشان هدايته، ما عملش زي ما بتعمل الخيل. وربنا سبحانه وتعالى لم يطلب مني أن أقتل نفسي أو أفعل كما فعلت الخيول في قمة التضحية، لا خالص، ده بيطلب منك أنك ما أمرك التزم، ما نهاك ابتعد. هذا الموضوع اذكر نعمة ربنا عليك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيه رابط تاني ما بين الخيل وما بين الإنسان. أقول لسعادتك ربنا بيكلمني عن الخيل والجري والنار اللي من فمها والنار اللي في قدميها والجري صباحا وتعريض نفسها للهلاك، ثم بعد ذلك يكلمنا عن الإنسان كأنه بيقول لي أنا أنه أنت بتجري وراء الدنيا للتكاثر وللمال ولهذه الأشياء، بتلحق تجمع زي بالضبط الخيل في هذه الصورة. ولذلك قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير، الخير يعني المال، لشديد. فكأنه ربنا بيقول لي أنت تلهث وراء الدنيا كما يلهث الفرس في هذه الصورة. يبقى كده أنا عندي إيه؟ رابطين. الرابط الأول رابط إنه الإنسان فينا لم يشكر نعمة الله كما شكر الخيل خياله. اثنين، إنه الإنسان فينا يلهث وراء التكاثر كما تلهث الأفراس في الحروب. سبحانك يا رب على الربط الغريب. طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت على حوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضلت الشيخ كنا بنتكلم في الصورة أنه ربنا سبحانه وتعالى أقسم بثلاث أقسام وثلاث أشياء. مظبوط. حصل حوار ما بين سيدنا علي بن أبي طالب ومن سيدنا عبد الله بن عباس على العاديات، فمنهم من رأى أن العاديات هي الخيول التي تعدو في الحرب وتسرى إلى الحرب وتضحي بنفسها من أجل من يطعمها ويسقيها، فكيف أنت يا ابن آدم؟ وقالوا أيضا هي الإبل تنطلق من عرفة إلى مزدلفة، فمن سرعتها ترى النار تخرج من فمها ومن تحت قدميها. دي الصورة، إما الخيول إما الإبل، إما الخيول في الحرب إما الإبل عند النفرة من عرفات إلى المزدلفة، ولكن المعنى واحد، الاثنين واحد طبعا. طيب في قصة حصلت مع سيدنا عبد الله بن عباس فترة من الفترات، مش عارف معنى كلمة كنود. فيسأل بعض الناس مش عارف الإجابة. ففي يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عباس يمشي في صحراء فرأى رجلا أعرابيا الناقة هربت منه وهو يجري وراءها ويقول لها حقا إنك لناقة كنود. سيدنا عبد الله بن عباس بيدور على الاسم وعلى الكلمة، قال له يعني المعنى بالضبط، فكأنه لقي كنز، يعني لأن قيمة العلم عجيبة يعني. طبعا. فسيدنا عبد الله بن عباس جرى بجواره وقال له ما معنى كنود؟ فالأعرابي قال تراني أجري وراء الناقة وتسألني كنود؟ قال نعم، قل لي ما معنى كنود؟ قال أمسك الناقة وأنا أقول لك. هتهالي بقى وأنا أقول لك. بالضبط. سيدنا عبد الله بن عباس بالنص يقول فغرزت أطراف ثوبي في وسطي، ماشي بتوب كده، ثوب علماء سيدنا عبد الله بن عباس، ربط الهدوم على وسطه. شوف بيعملوا ايه للعلم. وجعل ابن عباس بنفسه يجري وراء الناقه حتى امسك بها عشان يعرف المعنى. ثمن العلم يا هانم. طب ثم اتى بها للاعرابي وقال هذه ناقتك، ما معنى كنود؟ قال هي الناقه تاكل وتشرب
وتتمرد على صاحبها. هو ده الإنسان، هو ده الإنسان. إنسان يأكل ويشرب، ربط عظيم سبحانك يا رب جدا. فالإنسان يأكل ويشرب ويبقى غرقان في نعم الله عز وجل، فإذا فقد نعمة نسي كل نعمة، إذا أصابه شيء نسي كل شيء. وده طبع وحال الإنسان في كل الأمور، ده كثير من الناس، الكثير من الناس كده. طيب النقطة الثانية، ربنا بيحلف على إن الإنسان لربه لكنود، طيب وإنه على ذلك لشهيد. مين إنه؟ ربنا واحد ممكن، أي أن الله يشهد على ذلك، يشهد إن كثير طبعا من الناس، مش ربنا قال في القرآن وقليل من عبادي الشكور؟ قليل من عبادي، لأنه إبليس وعد ربنا بهذا. إبليس قال لربنا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وربنا في الحديث القدسي الذي ضعفه بعض العلماء قال خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. فربنا ينعم عليهم، أنعم عليهم ويشكرون غيري. فهذه نقطة موجودة. فإنه على ذلك لشهيد، إنه أي الله عز وجل يشهد على الإنسان. طيب ولا الإنسان شاهد على نفسه؟ وارد الاثنين صح، وإنه أي الله وإنه أي الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، بيقول أنه الإنسان طبيعته أنه بيحب الخير، والخير مش معنى مقصود به أعمال الخير، الله ينور عليك، مقصود به المال. المال الدليل، قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، يعني معنى ذلك المال خير والمال حلو طالما من حلال وفي حلال. صحيح. لأننا بالمال من حسب حلال استخدامك بقى ليه. الله ينور عليك، وأدي حق الله وأدي حق الأقارب وأدي حق أسيادنا الفقراء وأشتري به الجنة. سيدنا عثمان اشترى الجنة بالمال 3 مرات، لما حفر، لما اشترى بئر روما، ولما وسع المسجد النبوي، ولما جهز جيش العسرة. فإذا المال عظيم، إنه لحب الخير لشديد. طيب المطلوب بقى العلاج إيه؟ إنك لازم يبقى الموضوع معتدل، فيه اعتدال، فيه توازن، فيه وسطية. إيه؟ بحب المال لكن لا أعصي الله من أجله. بحب المال، ما تخليهوش هو اللي يتحكم فيك. بالضبط، أنا بحب المال لكنه في جيبي وليس في قلبي، لأنه لو في قلبي عادي من أجله وأعصي من أجله. فما أجمل إنك تبقى أغنى واحد بس المال في جيبك. المال حسابات في البنك مش حسابات في قلبك، المال حسابات في البنك مش يمتلك عليك نفسك. ده اختبار شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. طبعا، قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، ومال وحب المال ما فيش أي مشكلة، بس الشيء لابد أن يكون من حلال وإلى حلال، تؤدي حق الله وحق الأقارب وحق أسيادنا الفقراء، ويبقى المال وسيلة لا غاية، وسيلة إلى طاعة الله، وسيلة إلى إسعاد الناس. عشان كده كنا دايما بنقول هو الفقر هو الابتلاء ولا الغنى هو الابتلاء؟ الاثنين ابتلاء. الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر فقرا ومرضا، والخير غنى وصحة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى الإكرام والإنعام إيه؟ ابتلاء. هذا من فضل ربي ليبلوني، يبقى الفضل ابتلاء. يا جماعة يا ناس، كل ما أنت فيه هو امتحان واختبار. صحيح. زوجتك امتحان، ولادك امتحان، صاحبك اللي جنبك امتحان، جارك امتحان، الغنى امتحان والفقر امتحان، العلم امتحان والجهل امتحان، الصحة امتحان والمرض امتحان، كله امتحان. أنا أحيا يعني أنا كثيرا ما أدعو بهذا الدعاء، يا رب اجعلني عبد إحسان لا عبد امتحان. صحيح، يعني الأدعية الجميلة. والله، وأطلب من ربنا لما يجي يعاملني يعاملني بالفضل لا بالعدل، لأن أنا مش قد عدله. فممكن أنصح المشاهدين بهذا الدعاء، يا رب اجعلنا عبادة إحسان لا عبادة امتحان، يا رب عاملنا وحاسبنا بالفضل لا بالعدل، احنا مش قد عدله، يعاملنا بالفضل، سترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة ودخلنا الجنة، احنا مش قد. فأنا أنصح، مش طالبين حاجة تانية. بالضبط، أنا أنصح بالدعوتين دول، يا رب عبادة إحسان لا عبادة امتحان. النقطة الثانية، يا رب عاملنا وحاسبنا بالفضل لا بالعدل. فالصورة ماشية، فبتقول لي تعالى بقى خد يعني أديك روشتة العلاج. روشتة العلاج إيه؟ إنك تتذكر يوم القيامة، أفلا يعلم إذا بعثر الحساب. بالضبط، إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور. ايه اللي جامع ده؟ اولا اذا بعثر ما في القبور، لازم كل واحد فينا يعمل حساب الحشر والنشر. الحشر والنشر يوم ما نبعث من في القبور، لما ينادى على الانسان ويطلع من قبره ليقف بين يدي الله عز وجل، والملائكه صفوفا صفوفا الوفا الوفا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. والكل يعرض على الله عز وجل فردا فردا، ويسأل عن كل شيء حرفا حرفا. نصبت الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإنت كتبت كتاب حياتك، اقرأ قدام ربنا، أنت اللي كتبته بإيديك طبعا يا هانم. ونضع وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أنت بتقرأ كتابك. يعني تخيلوا كده يا جماعة، إن حياتنا كلها هي كتاب أنا بكتبه بأعمالي وبأفعالي، إن خيرا وإن شر بكتبه قدامي. وبعدين همسك الكتاب ده بين يدي الله يوم القيامة وأقرأ على الله عز وجل. بعض الناس هتقول طب ما هو كل حاجة مكتوبة، ما هو ربنا كتب لنا كل حاجة بالثانية وبالحرف وكل شيء هيحصل من يوم ما اتولدنا. طب ما هو ربنا بيحاسبنا ليه؟ أقول لسعادتك، قول لي، هو أنت شفت اللي كتبه ربنا؟ لا. يبقى انت بتتكلم فيه. هو مش انا اللي بقول على فكره. لا قولي حضرتك اللي بتقولي هو. لا مش انا اللي بقول. انا بقول لك اللي بيتقال، لان السؤال ده اتقال كذا مره. طيب حضرتك، والفكر اللي ممكن يجي في دماغ اي حد، حضرتك اطلعتي على ما كتبه الله؟ لا طبعا. يبقى بتتكلم في ايه؟ لما تعمل الخير وهو المكتوب. لا بمعنى ايه؟ يعني انت رايح تعصى ربنا وبتقول لي ان ربنا كتبه. طب ما تروح كده تجرب تطيع ربنا وربنا هو اللي كتب. طب ما هيقول لك ما هو مكتوب، ما هو ربنا كتب. هل السؤال بقى هل الكتابه صفه اجبار ولا صفه احاطه؟ بمعنى ايه بقى؟ يعني ما كتبه الله عز وجل مسكك من رقبتك واجبرك على معصيه؟ لا. بس خلصت. بتتكلم في ايه؟ اضرب لك مثل فسرها اكتر عشان افسرها الكل يفهمها. شوفي حضرتك، هحكي لك قصه. اتفضل. افتراضيه. ماشي. حضرتك ابنك بإذن الله عمل حاجة كويسة جدا، فأنت قاعدة في مكتبك قافلة الباب وقافلة بالترابيس، محدش شايفك ولا حد يعرف عنك حاجة. وبعدين إيه خطر ببالك تدي مبلغ من المال لابنك هدية، وقلت نعمل لعبة أنا وابني. اللعبة هي إيه؟ هدي لك المبلغ ده بشرط تصرفه كله في يوم واحد. تمام؟ انت ما حدش شايفك ولا حد يعرف بالامر شيء، وجيت مطلع المبلغ من المال قدامك على المكتب، وجيت مطلع قلم وورقه، وقلت انا عارفه ابني وحفظه وعجنه وخبزاه، لو انا تخيلت المبلغ ده هيعمل به ايه؟ هيعمل 1 2 3 4. كتبتي حضرتك وجيت قافله الورقه وحطها في المكتب وقافله، ما حدش شاف وابنك ما شافش، وجيت فاتحه الباب ومنادياله جه جاي، قلت له مكافاه اتفضل المبلغ ده بشرط تصرفه النهارده كله، اخر النهار تيجي تقول لي صرفته في ايه. الله ينور عليك. انطلق يعمل اللي هو عايزه. تمام. اخر النهار جه وقف قدام حضرتك، طلعت الورقه قدامك، لقيته عامل اللي انا كاتباه بالظبط. يقدر يقول لك لما هو عامل غلطه في غلطه انت كتبتيها وهو عملها، هل يقدر يقول لك انه انت كتبتيها عليا؟ انت السبب في اني عملتها. يقدر؟ لا. الله ينور عليك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلص الموضوع. تفضل اعمل لنفسك فيه. كل ما هو سنة كونية لا تسأل عنها، كل ما هو سنة شرعية تحاسب عنها. عارفة حضرتك ابنك هو طفل صغير وانت واخداه في الملاهي يلعب، الولاد الصغيرين الذكور أول لعبة بيجروا عليها في الملاهي عربيات، العربيات بتاع اللي هي الكهرباء. الله ينور عليك بتاع الكهرباء دي. تمام. جاء قاعد في العربية ووصله الكهرباء، هو عمال يجري يخبط في حد، يلعب مع حد، يرخم على حد، يلبس في السور ويجري يرجع تاني. تمام كده. والمدة الزمنية شغالة، هو له مدة زمنية ربع ساعة، أول ما خلصت ربع ساعة بيجي منزل فاصل الإيه الكهرباء المهندس. أيوة. مهندس المسؤول عن اللعبة. تمام كده. يقدر ابن حضرتك يخرج من اللعبة يقول له أنت السبب أن أنا رخمت على حد؟ لا طب. الله ينور عليك، ده اسمه التمكين القدري. اسمه إيه؟
تمكين القدر يمكننا الله في الدنيا من أجل أن يحاسبنا يوم القيامة. اعمل تمام، لكن هو كله من خلق الله، لكن هذا الخلق لا يجبرك على شيء. أقول لك مثل تاني ولا نطلع فاصل؟ لا نطلع فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله مع حضراتكم بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، وإحنا بنتكلم عن سورة العاديات، وحضرتك قلت إنه ربنا سبحانه وتعالى عارف حبنا للخير، والخير هنا هو مقصود به المال، وهو في اختبار شديد جدا إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم على بني آدم بنعمة المال فما يقدرهاش فما يطلعش حق ربنا سبحانه وتعالى فيها. هو أنا عجبني إن ربنا سبحانه وتعالى قوي إنه سمى المال خير، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى يشير إلي إنه اتخذوا دايما وسيلة من وسائل الخير، تعلم منه دايما إنك تعمل به الخير، كأنه ربنا سبحانه وتعالى يحدد لي مهمة المال. لما سمى المال خير كأنه ربنا بيقول لي مهمة المال فعل الخير، مهمة المال عمل الخير، مهمة المال سابق إلى الخير، مهمة المال سارع إلى الخير، لأنه أنا أصلا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عقد وعهد، أنا بشتري الجنة بفلوسي. ربنا اللي قال لي كده، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وإيه وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني أنا بشتري الجنة بفضل الله عز وجل بالمال. لما يكون من خير وفي خير ونؤدي حق الله عز وجل أنا بشتري الجنة. فكأن ربنا لما بيقول لي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يبقى سمى الله المال خير. تمام، كأنه بيقول لي هو ده هدفه، الهدف من المال أن يكون خير، يسعى إلى الخير ويعلم الخير ويفعل الخير ويعمل الخير، عشان أنتم أمة الخير، كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالمال خير وإحنا أمة الخير وندعو إلى الخير، فكأنه ربنا بيقول لي الهدف من المال فعل الخير. فعل الخير، مش إنك تبقى عندك مال وربنا رزقك بيها وما بتطلعش حق ربنا سبحانه وتعالى. ما بتطلعش حق ربنا يعني ايه؟ يعني حق الغلابة، الناس المحتاجين، الصدقة، الزكاة، انك تقف جنب حد، تجبر بخاطر حد. في ناس كتير قوي كتر المال بيعميها وبيشغلها والعياذ بالله. هو تسمى كمان مال لان هو بيميل ببعض الناس الى الشر ويميل ببعض الناس الى الخير وتميل إليه القلوب. شو بقى مفردات المعاني اللي أيوة والله يعني مش يعني كل الناس تفهمها. ولذلك كان الشاعر زمان يقول إيه، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. الله. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتاله. الله. فالمال مال مال، واسمه مال علشان تميل إليه القلوب وتميل إليه النفوس، ويميل بالإنسان إما إلى الخير وإما إلى الشر. فما أجمل أن يتخذه الإنسان سلما إلى طاعة الله، وسيلة إلى الجنة، وسيلة إلى إسعاده وإلى إسعاد الناس. لكن المهم أي مال مالك؟ ما هي دي السؤال دلوقتي. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا. صح، وتسيبه بقى ومحدش يسأل فيك أساسا خالص. الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. الله 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 الله، إيه العظمة دي. طيب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، يعني حصن عرضك وحصن أولادك وحصن مالك بالصدقات الجارية والصدقات والزكوات. أنا موجود في مستشفى البر التخصصي بدمياط، موجود في قسم الحضانات، فيه جناحان يحتوي على 11 حضانة مجهزين بأحدث الأجهزة للتنفس الصناعي ولعلاج الصفرة، لعلاج ولخدمة أسيادنا من الأسر الأولى بالرعاية مجانا. زكاتك الجارية وصدقاتك الجارية وصدقاتك مع البر والتقوى. يمكن من الأعمال المهمة جدا جدا داخل جمعية البر والتقوى المصرية هي المستشفيات واستكمال المستشفى واستكمال المعدات والطلب اللي بيأكدوا عليه دلوقتي واللي هم في احتياج شديد جدا ليه، هم 6 حضانات. يعني موضوع مش صعب قوي تحقيقه بعد ما احنا شفنا الصرح الكبير جدا لما بقى حقيقة وموجود على أرض هو الواقع. لا يغيب عن شريف علماء أسيادنا جميعا قد إيه الأجهزة الطبية وتجهيز مستشفى قد إيه مكلف، تكلفة باهظة جدا، أرقام ضخمة قوي. طبعا عشان تعملي تجهيز طبي لمكان يبقى مناسب إنه يبقى عيادة أو يبقى حضانة أو يبقى غرفة عمليات إلى آخره قد إيه مكلفة. والجمعية لما خدت هذه الخطوة، خطوة فيها مجازفة قوية جدا طبعا، لأنه أرقام ضخمة قوي. أنا شفت ده بنفسي قد ايه المكان مكلف، قد ايه المكان مشرف، قد ايه المكان حلو قوي يليق انك انت تقدمه لربنا سبحانه وتعالى ويليق انه تقدمه لاسيادنا الفقراء. من ضمن الاشياء اللي هي مهمه قوي دلوقتي مساله الحضانات، لانه انقاذ حياه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. تخيلي حضرتك طفل مولود ويحتاج الى حضانه وغير موجوده، قد ايه مهدد اما بامراض مزمنه واما بالموت. فتخيل حضانة زي كده قد إيه بتنقذ حياة مولود ولد ولا بنت، قد إيه بتفرج طبعاً كرب الناس، أساس البني آدم إنه شارك في حاجة زي دي طبعاً. دي سعادة ما بعدها سعادة طبعاً يعني. أنت متخيلة أسرة كاملة والمولود يحتاج إلى حضانة، والحمد لله الحضانة موجودة ولأسيادنا الفقراء، قد إيه هيبقى حس بالراحة، قد إيه أنت جبرت خطره، قد إيه يسرت أمره، قد إيه فرجت كربه، قد إيه انت ادخلت الفرح والسرور عليه. عمل عظيم جدا جدا جدا، من اعظم الاعمال اللي تقربنا من ربنا جل وعلا. فهو عمل عظيم قوي. مساله تخيلي بقى حضرتك لما حد من اسيادنا يعمل حضانه بنفسه، يقول انا هختار دي، شوف تكلفتها ايه وانا هتابع معاك وبنفسك، او روح اعمل بنفسك. وسعاده برضو انه الاب والام بيبقوا منتظرين ان يبقى عندهم طفل بفارغ الصبر، فلما يجي ويبقى عنده مشكله وملوش مكان انه او ملوش حضانه انه يتحط فيها وفجاه يبقى ليه، فربنا يكرمه ويكمل ويخرج في حضن ابوه وامه وانت كنت سبب حتى بمشاركه بشيء بسيط، أكيد إحساس عظيم مؤكد جدا. مؤكد إزالة ألم بدني وإزالة ألم نفسي قوي جدا جدا. قد إيه ستر طبعا، قد إيه جبر خاطر، قد إيه تيسير أمور، قد إيه تفريج كروب، قد إيه أنت ربنا جعلك سبب في أنك تخرج حد من ضيق إلى فرج وإلى فرح. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب. آمين يا رب. نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عرس عظيم في هذه القرية، قرية الوادي الأخضر تابعة للقصاصين بمحافظة الإسماعيلية. وإحنا النهاردة
في افتتاح مسجد، أعتقد هذا العرس في الأرض كما أنه عرس في السماء، بيت لله سبحانه وتعالى أقيم بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا البيت العامر الذي شيدته جمعية البر والتقوى المصرية وأهل الخير الذين ساهموا بالأرض ومن قاموا بالتشييد والبناء، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صدقة جارية. سنموت وتبقى الصحائف مفتوحة أيها الإخوة بهذه الصحائف الجارية. كلما دخل إلى هذا المسجد طفل يتعلم كتاب الله أو رجل يقرأ أو يصلي في هذا المسجد ويسبح لله سبحانه جل في علاه، كلما أقيمت صلاة في هذا المكان ورفع من فوق مأذنته أذان، حسنات تترى تتتابع لهؤلاء الذين ساهموا في بناء هذا المسجد ولو بكلمة طيبة. وصدق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما قال في حديثه الصحيح: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص، يعني عش طائر صغير، بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا لمن تبرع وشيد وأقام، هنيئا للقائمين على جمعية البر والتقوى ومن عاونهم لتشييد هذا المسجد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. كل أعمال الخير عند ربنا سبحانه وتعالى ليها أجر وثواب كبير جدا. يعني نيجي نقول نشارك في المستشفى فليها نلاقي ليها طعم ومذاق خاص، وتقول نشارك في مساجد تلاقيها برضو ليها طعم وسعادة مختلفة. فسبحان الله كل أعمال الخير هي خير. شوفي حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى بعد الأركان والفروض كلنا متساويين فيها، الشهادتين والصلوات المفروضة والزكوات المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض. الله عز وجل للنوافل والتطوع جعلها بعدد أنفاس البشر، وجعل لكل واحد من البشر ميل قلبي لعمل صالح، جزء لحاجة معينة في أعمال خير. الله صحيح. يبارك في عمرك. فحد من الناس ميله أنه يطعم الطعام، حد تاني كنت هقول نفس الكلمة بالضبط والله كنت هقول لك نفس الكلمة طعم الطعام بالضبط. في حد تاني رعاية الأيتام، صح. في حد تاني مشغول قوي بالتعليم وطلبة العلم من أسيادنا الفقراء، في حد تاني مشغول قوي بمسألة بناء المستشفيات، في حد مسؤول بالزرع وبحب محب للزرع. شوف ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب إيه من النوافل والتطوع، وانطلق إليه وانطلق فيه واستمر فيه، هو بابك إلى الجنة. دي نقطة مهمة، أنت لن تحصي كل أعمال الخير خالص، إنما اللي تقدر عليه اعمله. وتنوع المعروض في جمعية البر والتقوى يناسب كل أطياف المجتمع، وتنوع المعروض كعدد وكأشياء، وتنوع المعروض من صغير لكتير، يعني أقل القليل، لا ما تستقلش العمل خالص. ليه؟ لأن ممكن تبقى هي المنجية، ارفع الشعار ده لعلها المنجية، ممكن ركعة تصليها لله تنجيك، ممكن أقل صدقة تنجيك، ممكن ربنا يأخذ منك صدقة قليلة جدا فيضاعفها. قال الله عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون أي الذين يضاعف الله لهم الأجر ويضاعف لهم الثواب ويضاعف لهم الفضل ويضاعف لهم النعمة ويضاعف لهم المال. يعني المال اللي انت بتطلعه ده زكاة او صدقة هو مش بيروح وما يرجعش، ما فيش حاجة اسمها اعمل الخير ورمي لا ما فيش حاجة اسمها كده، ده اللي عند ربنا سبحانه وتعالى يزيد ويتضاعف ويبقى كتير قوي. والتجارة مع ربنا سبحانه وتعالى هي التجارة اللي ما بتخسرش ابدا. نعم. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. هدي بالي
أنا ما